كاين يوم عالمي مهم انا نحبه بزاف، هو اليوم العالمي لحرية التعلم. والشاطر يعطينا الحل، حكاية فيها عبرة، حكمة، مثل، معلومة، وبها نور العقل. كاين وسيلة نتعلم بها هي القلم. القلم مهم جدا. قلمي قلم صغير الحجم، ولكن بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم، فالعلم رهين بك قلمي. إذا حبيتوا تبعثوا أي رسالة لعمو يزيد، ما عليكم إلا توجهوا الموقع على الإنترنت عمويزيد.com وتروحوا تضغطوا على زرار آراء وملاحظات وتبعثوا الرسالة اللي حنقراها اليوم. وأنا مبقى لي إلا نقول لكم ابقوا على خير، استنونا في الأسبوع المقبل نفس القناة نفس التوقيت. نحبكم يا أطفال. آية من القرآن وهو أول خلق الله. عيد ميلادك أحلى عيد. تحب تحتفل بعيد ميلادك في حصة عمو يزيد؟ إذا أجمع 5 قسيمات من علب حليب رامي، ضعها في ظرف وارسلها على العنوان التالي. أجمل هدايا يهدوها.